حضرتك متأكدة أن بنتك ماتت؟ نعم. مش هو ده المعنى اللي معتز بيه قصود يا فندم. احنا وصلت لنا تحريات بتقول أن بنتك عايشة، فلو هي عايشة أنت عارفة إيه اللي ممكن يحصل. عايشة إزاي؟ والله بنتك بقى وأكيد تحب أنها تكون عايشة. أنتوا شاربين حاجة ولا إيه؟ أنا اللي دفنا بنتي بإيدي دي يا ماما. إحنا بنتأكد عشان في واحد محكوم عليه بالإعدام لأنه المفروض قتلها، فلو كانت عايشة نطلع الراجل. قول كده بقى، أنتوا عايزين تقولوا إنها عايشة عشان تخرجوه وما يموتش زي بنتي ما ماتت. محمد السيوفي هرب من المستشفى، وحضرتك هتشرفينا شوية لحد ما يظهر. انا عارف ان عيلتكم فيها تربه. طبعا يا باشا. عايز تشتري تربه ولا ايه؟ عايز افتح تربه. ايه معتز؟ النتيجه بوزيتيف، العينتين تطابق لنفس الشخص، نتيجه اكيده ما فيهاش شك. انت عرفتني.